هو طبعا لازم يكون فيه صناعات استراتيجية. زي ايه اللي بيخليها استراتيجية كبيرة. اصلا؟ الصناعات الاستراتيجية هي اللي بتساهم بكم كبير جدا من الدخل القومي او العملة الصعبة. اوكي، فانا الصناعات اللي هتعمل لي مبالغ كبيرة لازم تكون صناعات استراتيجية او صناعات كبرى، صناعات لا يمكن الاستغناء عنها. أوكي. هناك صناعات تكميلية ممكن حضرتك تاخدها او ما تاخدهاش، لكن هناك صناعات استراتيجيه لازم هتبقى ما تقدرش تستغنى عنها. اوكي، من الحاجات الاساسيه، من طبعا فبناء على نوع السلعه، يعني مثلا سلعه رخيصه جدا جدا زي الملح لا يمكن الاستغناء عنها لاي حد. صحيح. لكن هي سلعه مهمه جدا، لكن هي سلعه غير اقتصاديه. ما اقدرش اعمل عليها صناعه واقول انا مثلا اصدر الملح، اصدر الملح لكن مش هيبقى مساهمته في اجمالي مثلا الصادرات زي مثلا صناعه زي صناعات البتروكيميكال. طبعا النهارده صناعات البتروكيميكال بقت صناعات استراتيجيه. ليه؟ ليه؟ لان صناعات البتروكيماويات بقت تمثل، يعني انت لو بصيت حواليك في كل مكان، في البيت وفي الشارع وفي الاستوديو وفي اي مكان، هتلاقيك بتستخدم حاجه بتروكيماويه. منتجات البتروكيماويات. طب ليه بقت البتروكيماويه؟ لان هي بقى سعرها ارخص، و المواصفة اللي انت عايزها ممكن تديها لك بشكل اسهل. فكل حاجة هتبص فيها هتلاقي داخل فيها بتروكيماويات، في الهدوم والنظارة والموبايل والقلم وكل حاجة. كل حاجة هتلاقي البتروكيماويات. النهاردة الدول الكبرى اللي عندها حجم صادرات كبير، الحقيقة من اهم القطاعات عندها قطاع مثلا البتروكيماويات. اوكي. صناعات استراتيجية اخرى زي صناعات مثلا الحديد الصلب، لا يمكن ابدا دوله تبقى دوله يعني متقدمه ابدا في الصناعه اذا كان عندها الصناعات الرئيسيه اللي هيبقى عليها صناعات اخرى هتقوم عليها. فالنهارده صناعات السيارات بتاخد صناعات الحديد والصلب، صناعات مهمه قوي زي صناعات بعض المعادن الالومنيوم النحاس. الصناعات دي صناعات بتبقى استراتيجيه، لابد ان هي يعني تكون موجوده في معظم الدول الصناعيه الكبرى. صناعات التكنولوجيا والمعلومات النهارده بقت صناعه. صحيح. استراتيجيه جدا لا يمكن ابدا الاستغناء عنها لاي. صحيح. دوله. صحيح. وبالتالي الصناعات اللي الدول اللي هتبقى قائده في هذا القطاع تقدر تحقق عمله صعبه وصادرات بشكل كبير جدا جدا، وتقدر تعمل عمليات نمو كبيره قوي 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 للاسواق المحليه بتاعتها والاسواق الخارجيه. صحيح. فالصناعات الاستراتيجيه مهمه جدا. بعض الصناعات الغذائية هناك صناعات استراتيجية على مستوى الاقتصاد، وهناك صناعات استراتيجية على مستوى الأمن القومي وسيادة الرئيس. أنت ساعات بتعمل مشروع قد يكون اقتصاديا غير مجدي لكن مهم. للأمن القومي ده مجدي. صحيح. ومهم جدا زي مشروع مثلا 1.5 مليون فدان مثلا. النهارده دي مشاريع استراتيجيه او محاصيل استراتيجيه قوميه، لازم دي بتبقى رؤى الدوله والحكومه ان هي هتصرف عليها او تدعمها او تطورها. لكن بالنسبه للصناعه، الصناعات الاستراتيجيه دي اللي هتحقق ارباح وتحقق وفره وتحقق معدلات نمو كبيره وتحقق معدلات صادرات كبيره وتقلل فواتير الاستيراد بشكل كبير جدا. صحيح. والمجتمع يبقى يعتمد على نفسه ويبقى كل المنتجات محليه. دي صناعات استراتيجيه مهمه جدا.